السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله الحلقة ديت هنتكلم عن دي هتبقى الحلقة التانية في الوايرلس، وهنتكلم مينلي عن اي بي تو وايرلس كوميونيكيشن ما بين الاكسس بوينت والوايرلس هتحصل ازاي. تمام، الموضوع دوت ليه انا يعني هقول هو عادة ما بيتشرحش في بقية الكورسات، يعني سواء الانجليش اللي موجود على الانترنت، بس لان انا شايف الموضوع ده مهم جدا انك تفهم الوايرلس ترافيك بيمشي ازاي. قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل لايك وشير للفيديوهات. لو عندك اي اسئلة او تعليقات حطها لنا في الكومنتس تحت. طيب بسم الله نبتدي. هنا بيشرح لك الاكسس بوينت ايه طلبات الاس دي اي للاكسس بوينت علشان تقدر ان هي تشتغل في الاس دي اي. اول حاجه ان هي تبقى واصله بالفابريك ايدج دايركت او باكستندد نود، واحنا نبقى زي ما قلنا احنا بنتكلم بعدين عن الاكستندد نود دي ان شاء الله نعمل حلقه عنها. لازم تبقى جزء من الفابريك اوفرلاي. يعني ايه؟ يعني ما تشتغلش اوفر ذا توب، او على الاقل الاس اس اي دي ده ما يشتغلش اوفر ذا توب، ودي برضه هنتكلم عنها. هي الفكره في ايه؟ بص ببساطه، الاكسس بوينت نفسها علشان تقدر تشتغل اس دي اي بتتعامل هي نفسها بتتعامل معامله الوايرد هوست اللي كونكتد بفابريك ايدج، فبيبقى ليها اي بي بول على الدي ان اي سنتر وبتعمل لها ديبلويمنت كانها يوزر. ده لدرجه ان هي نفسها عشان تكونكت بتعمل ده اوبشن من ضمن الاوبشنز، ممكن تعمل اوثنتيكيشن مع الايس. تمام، بلينك تو ذا انفرا في ان، ودي نقطه مهمه قوي بقى. كل المانجمنت او الكنترول ترافيك بتاع الاكسس بوينت اللي رايح من الاي بي للدبليو ال سي لازم يمشي على الانفرا في ان، يعني ما يتحطش في في ان مختلفه. الانفرا في ان دي مخصوصه للبيزك نتورك كونكتيفيتي، من ضمن امثلتها او من اهم امثلتها كوميونيكيشن ما بين الاكسس بوينت والوايرلس كنترولر، ولازم تتكونفيجر على الوايرلس كنترولر على انها لوكال مود. طبعا الكونفيجريشن بتتعمل بالدي ان اي سنتر، بس حتى لو انت مش هتعمل لها اوتوميشن بالدي ان اي سنتر لازم تبقى لوكال مود، ما ينفعش تبقى فليكس كونكت. فليكس كونكت بيشتغل اوفر ذا توب بس. جميل، طيب والوايرلس بقى كنترولر، بص يا سيدي، الوايرلس كنترولر بيتحط بره الفابريك في السيرفيس بلوك او الشيرد سيرفيسز. ايه الشيرد سيرفيسز او السيرفيس بلوك؟ ده جزء من النتورك بيبقى بره الفابريك بيتحط فيه كل السيرفرات بتاعتي زي الدي اتش بي سيرفر، الدي ان اس، الان تي بي، الانترنت، كل الاوتسايد سيرفيسز بتاعتي وكمان الوايرلس كنترولر. وان شاء الله في حلقه هنعملها عليه ازاي احنا بنكونكت الفابريك للاوتسايد وورلد. السبنت بتاعته او الاي بي بتاعه لازم يتحط في الجلوبال راوتنج تيبل، ما ينفعش يتحط جوه في ار اف. ليه؟ يعني ما ينفعش جوه على البوردر، المفروض ده مثلا ده البوردر نود، المفروض بقى هي اللي بتوصلني بالعالم الخارجي وهنا ال دبليو ال سي. لازم ال دبليو ال سي دوت، احنا قلنا البوردر نود دوت بيبقى جواه كذا في ار اف، لكل في ان في ار اف لازم السبنت بتاعه ال دبليو ال سي ديت تبقى في الجي ار تي في الجلوبال راوتنج تيبل، علشان ما احتاجش ان انا اعمل اي روت ليكنج. لو هو جوه في ار اف هحتاج اعمل روت ليكنج وده مش ريكومندد. اوكي، كوميونيكيت تو اونلي وان كنترول بلين نود او ممكن تو لريدندنسي. انا ممكن هنا سوري، ده كنترول بلين نود وده كنترول بلين نود، احنا قلنا ان هو بيكومينيكيت بيهم، ممكن يكومينيكيت اب تو 2 لريدندنسي بس مش اكتر من كده. ولازم يبقى الدبليو ال سي كان بيلونج ينفع ينتمي لفابريك دومين واحد بس، وان شاء الله هنتكلم برضو قدام ايه موضوع الفابريك دومين ده لما نخلص الوايرلس. طيب هنا نقطة مهمة قوي، بيقول لك ايه؟ بص هلخصها لك كده ببساطة. زي ما احنا قلنا، احنا عندنا بوردر نود وعندنا هنا الوايرلس كنترولر دبليو ال سي، ده بيبقى بره الفابريك وده كده الفابريك. ده ممكن ما يكونش دايركت كونكتد، يعني في هنا اي بي نتورك. ماشي، المهم طبعا
نقطة مهمة جدا موضوع الديلي ده، الاكسس بوينت مثلا، الديلي ما بين الاكسس بوينت والوايرلس كنترولر ما ينفعش يزيد عن 20 مللي سكند راوند تريب رايح جاي. طيب نسيبنا دلوقتي من حتة الديلي ديت. اوكي، احنا دلوقتي عندنا الوايرلس كنترولر الاي بي بتاعه لازم يبقى في الجلوبال راوتنج تيبل بتاع البوردر نود، والبوردر نود هياخده يذيعه لكل الفابريك ايدج، يعني الوايرلس كنترولر دوت لازم يبقى متشاف اندر ليه لكل الديفايسز، ما ينفعش يشوفوه اوفر ليه. طب نفهمها اكتر كده، يعني المفروض على اي فابريك ايدج لما اجي اعمل شو اي بي روت اشوف ال دبليو ال سي سبنت. طب هو يعني ايه متذاع اوفر ليه، ويعني ايه متذاع اندر ليه؟ احنا اتفقنا قبل كده انا عشان اكريت الاندر ليه بتاعتي انا بشغل اي اس اي اس على كل الديفايسز، تمام؟ طبعا احنا اتكلمنا قبل كده ان ينفع اي اي جي بي بس ريكومندد اي اس اي اس، وده اللي الدي ان اي بيعمل له اوتوميشن. الوايرلس كنترولر لازم يتذاع جوه الاي اس اي اس دوت عن طريق البوردر نوت، يعني البوردر نود لازم ياخد السبنت بتاعت الوايرلس كنترولر يذاعها جوه الاي اس اي اس. طيب يعني ايه روت انا شايفه اوفرلاي؟ فكر كده معايا، لما يوزر بيبعت ليوزر، مش اليوزر ده بيبعت للفابريك ايدج، الفابريك ايدج بيروح يسال الكنترول بلين نود، هو اليوزر الديستنيشن دوت موجود عند انهي فابريك ايدج تاني؟ تقوم هي بعتها له يقوم فاتح في اكس لان تانل مع الفابريك ايدج ده. دلوقتي الفابريك ايدج السورس يعرف الهوست اللي عند الفابريك ايدج الديستنيشن عن طريق الكنترول بلين نود وبيفتح في اكس لان تانل، صح؟ ده كده هعتبره اوفرلاي روت، روت انا عارفه في الاوفرلاي، يعني بوصل له في اكس لان تانل، تمام؟ ايه هو بقى الروت الاندرلاي؟ روت انا عارفه في الراوتنج تيبل بتاع الفابريك ايدج نفسه، مش محتاج يروح يسال كنترول بلين نود عليه، ده انا عارفه على طول. طب مثال تاني للاندرلاي روتس، الفابريك ايدج دوت عشان يفتح في اكس لام مع الفابريك ايدج دوت مش لازم يبقى في اي بي ريتشابيلتي ما بينهم؟ الاي بي ريتشابيلتي ديت مش احنا اتفقنا ان هي اندرلاي؟ ده مثال تاني للاندرلاي رول، هو الفابريك ايدج ده عشان يفتح التانل مع الفابريك ايدج ده محتاج اي حاجه من الكنترول بلين نود؟ لا، اول ما الكنترول بلين نود قالت له الديستنيشن هوست عند الفابريك ايدج الديستنيشن، هو على طول يروح يفتح التانل لانه عارف الروت بتاع الفابريك ايدج الديستنيشن. فده كده الفرق مهم جدا ما بين الاوفرلاي روت والاندرلاي روت. يا رب تكون واضحه، ولو مش واضحه اكتب لنا في الكومنتس. اوكي طيب نبتدي بقى هنا الكوميونيكيشن بتمشي ازاي. هنبتدي بالكوميونيكيشن من الاكسس بوينت للوايرلس كنترولر. بص الوايرلس كنترولر سبنت احنا قلنا هتبقى متذاعه في الاندرلاي، عشان كده الفابريك nodes so that fabric nodes in the network can do native routing to reach wireless controller. ده يقدر على طول يوصل بالوايرلس كنترولر. خلي بالك هو هيوصل له عن طريق النود البوردر نود ده، بس هنا الفابريك ايدج ده عشان يوصل للوايرلس كنترولر مش محتاج يروح يسال الكنترول بلين نود ولا هيفتح في اكس لان تانل. لا مش هيفتح في اكس لان تانل، ده هيمشي الترافيك اندر لاي، هيمشي الترافيك ايه؟ اندرلاي. اوكي ماشي، هنرجع للحته دي دلوقتي. This is a control plane traffic only. طب هو اصلا الكوميونيكيشن هتحصل ليه من الاكسس بوينت للوايرلس كنترول؟ احنا اتفقنا ان ده كنترول بس، في كاب واب كنترول بس. طب الداتا ما فيهاش كاب واب، الداتا بتمشي في اكس لان على الفابريك ايدج على طول. فاحنا هنا الكوميونيكيشن ما بين الاكسس بوينت والوايرلس كنترولر هي لي الكنترول بلين كاب واب بس، او كنترول كاب واب بس. اوكي كان جو تو ذا وايرلس، تمام. طيب نيجي بقى على، يبقى احنا كده ركاب بسرعه، الترافيك بتاع الكنترول كاب واب بيمشي من الاكسس بوينت للوايرلس كنترولر اندر ليه. ليه؟ لان كل الديفايسز اللي في النص عارفه السبنت بتاعت الوايرلس كنترولر في الجلوبال راوتنج تيبل بتاعها. طيب الترافيك بقى العكس بيمشي ازاي؟ يعني الاكسس
الوايرلس كنترولر بقى عاوز يريبلاي على الاكسس بوينت برضه بالكنترول كاب واب. بيعمل ايه بقى؟ هنا احنا قلنا ان الاكسس بوينت سب نت ريجسترد في الكنترول بلين نود. ليه؟ لانها تعتبر وايرد هوست للفابريك ايدج ده. تمام كده؟ معنى كده ان الترافيك اللي راجع هيرجع على البوردر ده. هل البوردر دوت الترافيك اللي راجع من الكنترولر هيرجع على البوردر ده؟ سؤال هنا، البوردر دوت يعرف السبنت بتاعت الاكسس بوينتس اوفرلاي ولا اندرلاي؟ لا، يعرفها اوفرلاي. ليه؟ لان الاي بي بتاع الاكسس بوينت دوت از وايرد يوزر للفابريك ايدج دوت ريجسترد عند الكنترول بلين نود. فالمفروض البوردر ده هيروح يسأل الكنترول بلين نود هو الاي بي بتاع الاكسس بوينت دوت عند انهي فابريك ايدج، فتقول له ده عند الفابريك ايدج ده، يقوم فاتح في اكس لان تانل للفابريك ايدج دوت وباعت الترافيك للاكسس بوينت. يبقى احنا هنا تاني الترافيك وهو رايح من الاكسس بوينت للوايرلس كنترولر بيمشي اندرلاي، وهو راجع نشوف لون مختلف، وهو راجع بيرجع اوفرلاي. تمام كده؟ فديت نقطة مهمة قوي، ان من الوايرلس كنترولر للاكسس بوينت الكاب واب ترافيك اللي هو كنترول كاب واب ترافيك او المانجمنت بترجع ايه؟ اوفرلاي. اوكي جميل. طيب هنبتدي بقى نتكلم في جزء تاني عن الكلاينت كوميونيكيشن بيحصل ازاي. انا دلوقتي بقى اللي هو الداتا ترافيك، خلاص احنا عرفنا الكنترول بالترافيك بتاع الوايرلس بيمشي ازاي. طب الداتا ترافيك بتمشي ازاي؟ زي ما قلنا الاكسس بوينت كملخص، الاكسس بوينت بتاخد الترافيك بتاع اليوزر الوايرلس يوزر تحوله الفي اكس لان طالل مع الفابريك ايدج اللي واصله عليه، وبعد كده الفابريك ايدج دوت بقى ياخده يبعته. شوف بقى والله هو عاوز يروح للكلاينت بي، هفتح في اكس لان طالل مع الفابريك ايدج بي ودوت ياخد الترافيك يوديه لده. يبقى ده كده الملخص. طب خلينا نشوف بقى بالخطوات هي بتمشي ازاي. هنا الكلاينت ايه بعت ترافيك عادي جدا 802.11 اللي هو وايرلس ترافيك، دي خطوه رقم واحد. رقم واحد الاي بي ريموفز ذا 802.11 هيدر، بتمسح الوايرلس هيدر وتحط ايثرنت هيدر عادي جدا وجواه الفي اكس لان هيدر، يعني كانها بتفتح في اكس لان تانل ما بين الاكسس بوينت والفابريك ايدج، وطبعا بتحط جواه الاس جي تي وبتحط جواه الفي ان اي اللي هو اللاير 2 في ان اي اللي هو مابد للفي لان. ده بيبقى رقم ال VNI layer 2 ده بيبقى رقم بيعبر عن ال VLAN وبيبقى well known عند كل ال devices. اول ما تشوفوا ال VNID ده وتعرفوا ان الترافيك ده تبع مثلا VLAN 50 اللي هي ال VLAN بتاعت الكلاينت. طب الاكسس بوينت عرفت منين VLAN الكلاينت وال SGT وال VNI؟ عرفتهم من الوايرلس كنترولر اللي عرفهم من الايس وقت ما انا كنت باوثنتيكيت اليوزر. اوكي ماشي. الاستاب اللي بعدها هنا زي ما قلنا بيبقى فيه الاس جي تي وفي ال في ان اي دي. خلاص جه هنا بقى الترافيك عند الاخ ده، هو شايف ال في ان اي دي فعرف ان اليوزر دوت تبع فيلان 50، يبقى هو هيروح يشوف مين الجيت واي بتاعت فيلان 50. على هنا انا بتكلم عند الفابريك ايدج دوت، يبقى اس في اي 50 اللي هو الانيكاست جيت واي. طيب الانيكاست جيت واي تحت انهي في ار اف؟ تحت الفي ار اف اللي اسمها ايه مثلا، هنا ندور كده اسمها ريد، اسمها الفي ار اف الحمراء. تمام دوت اللي هو الفي ان اللي هو الماكرو سيجمنتيشن. طيب يبقى ده كده الفابريك ايدج عرف ان جاي له ترافيك من VLAN 50 عن طريق ال VNID اللي جوه ال VXLAN هيدر، وان دوت تبع ال VRF RED لان اصلا ال SVI 50 تحت VRF RED، وعرف ال SGT بتاعت اليوزر من ال VXLAN هيدر اللي جاي من الاكسس بوينت.
يقوم رايح هو بقى يعمل شغله بقى، يسأل الكنترول بلين نود لو سمحت الديستنيشن هوست ده موجود فين، تقول له عند الفابريك اتش بي، يقوم عامل في اكس لان تانل وباعت للفابريك اتش بي. الفابريك اتش بي هيبتدي يعمل شغله، يبص اه ده جايه من اس جي تي 30 مثلا، ده الاس جي تي بتاع السورس، رايحه لكلاينت بي، كلاينت بي دوت الاس جي تي بتاعه كام؟ 50 مثلا، والله مسموحه بقى ولا ممنوعه على حسب التراست سيك اللي احنا شرحناه الحلقات اللي فاتت. اوكي كده، فده كده الطريقه اللي بيمشي بيها المانجمنت ترافيك بتاع الوايرلس والداتا ترافيك بتاعت الوايرلس. يا رب ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم وفهمتوها. شكرا جدا ليكم، استناكم ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام عليكم.